فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد حديث أنه إذا كان الإناء في يد أحدكم وسمع النداء فإنه يشرب منه إذا كان مريدا للصوم؟ هذا ما هو ما أعرف أنه حديث، ما أعرف أنه حديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذا كان المؤذن يؤذن على الصباح فلا يجوز الأكل والشرب، أما إذا كان متقدما على الصباح فلا بأس، كل واشرب إلى أن يؤذن على الصباح. نعم.